الملياردير السعودي علال الفاسي في يوم كان سهران في احد الفنادق وشاف الفنانه شريهان وتعرف عليها ونشأت بينهم علاقه صداقه لحد لما طلب منها الزواج، وكان حفل زفافهم ليله من ليالي الف ليله وليله. وبعد فتره من الجواز حصل بينهم ازمات، وفي مره وهي بتقدم مسرحيه شارع محمد علي ساب الجمهور وطلع لها المسرح وطلب منها تروح معاه على البيت، وحصل ازمه كبيره بينهم واتدخل بينهم فريد شوقي. وبعد ما انفصل عن شريهان خطب ميرنا وليد وثبته بسبب اللي عمله معها، ده غير حكايته مع شقيقته الأميرة هند الفاسي. مين هو علال الفاسي وليه انفصل عن شريهان، وايه الحاجة اللي عملها مع ميرنا وليد وخلتها تفسخ الخطوبة، وهتعرفوا كمان سبب ازمته مع شقيقته هند الفاسي. تابعونا للنهاية. الرجل الاعمال السعودي علال الفاسي يبقى شقيق الاميرة السعودية هند الفاسي، زوجة الامير تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود، وهو ابن ملك السعودية والنائب الاسبق لوزير الدفاع والطيران السعودي. علال من يومه وهو غاوي فن وبيحب المشاهير، وعشان كده قرر يسافر مصر في اواخر الثمانينات، وكان ضيف دائم في الفنادق الكبرى والاحتفالات الفنيه والمهرجانات السينمائيه. وطبعا ما كانش بيروح لوحده لانه كان معاه حاشيه مكونه من بودي جاردز وبعض اصدقائه. علال كان بيحب الستات جدا، وكل يوم يسهر مع واحده شكل ويتجوز دي ويطلق دي لحد لما اتعرف بنزواته وعلاقاته الكتيره. وفي يوم اتقابل علال مع شريهان وكان في احد الفنادق الشهيره، فتعرف عليها ونشأت بينهم علاقه صداقه. ومن وقتها وهو بيحاول يلفت انتباهها بكل الطرق، وكان يجيب لها هدايا غالية جدا من الذهب والألماس لحد لما طلب يتجوزها. شريهان اتفاجئت بطلبه وبعد فترة وافقت على الجواز، رغم انه متجوز قبلها من سيدة تونسية وعنده منها اولاد. شريهان اتعمل لها فرح خيالي ما تعملش قبل كده، وكل الوسط الفني انبهر بجمال الحفل وتنظيمه وفقراته اللي فعلا كانت حديث كل الصحف والمجلات في الوقت ده. ده غير ان العائلة المالكة في السعودية كانت من ضمن الحضور، لانه صهر الامير تركي بن عبد العزيز آل سعود ابن ملك السعودية. وانتقلت شريهان نقلة تانية خالص، وبقت بتلبس اغلى مجوهرات، ولبسها كان بيجيلها من باريس كمان، وعاشت في قصر كبير وعندها عمال اشكال والوان بيتحركوا باشارة منها. بعد زواج شريهان من علال الفاسي بدأت بينهم المشاكل بدري لانه كان غيور جدا وبيتدخل في حياتها بطريقة مستفزة. وطبعا شريهان كانت في قمة مجدها في الوقت ده، وضغوطاته وتصرفاته الغريبة كانت هتوقفها عن الفن، وبدأت بينهم الخلافات وطلبت شريهان منه ما يتدخلش في شغلها، بس هو ما قدرش يغير من طريقته لحد لما الأمور بينهم وصلت لطريق مسدود. علال الفاسي مش بس كان بيتدخل في ملابس شريهان ومواعيدها، ده كمان كان بيتدخل في اختياراتها الفنية وبيطلب منها ترفض بعض الأعمال اللي مش على هواه. وفي يوم كانت شريهان بتقدم مسرحية شارع محمد علي، فرفض نزولها من البيت وحصلت بينهم مشادة كلامية، وهو حاول يقنعها إنه بيحبها وخايف عليها من الإجهاد. وقدام إصرار شريهان نزلت من البيت وراحت على المسرح. وفي الفصل الثاني حصل موقف غريب جدا، علال طلع من وسط الجمهور على خشبة المسرح وحاول ينزلها معاه، بس هي رفضت فاعتدى عليها قدام كل الجمهور اللي كان حاضر. وهنا اتدخل الفنان فريد شوقي وهداه وخده في الكواليس وطلب منه يعتذر لها عن اللي عمله، بس هو قال له انها مراته وهو بيغير عليها. وهنا دخلت شريهان ودموعها فانيها وطلبت منه الطلاق، بس هو رفض وحاول ياخدها معاه على البيت بالقوة، بس هم رفضوا. واتضايق علال من اللي حصل وراح على القسم وحرر محضر ضدها عشان يمنعها من استكمال عرض المسرحية. وسابت شريهان البيت ورجعت بيت اهلها ودخلت اطراف عشان يقنعوه بالانفصال، والامور كبرت وراح اسم الشرطة عشان يجيب قوة ترجعها معاه على البيت، بس شريهان راحت مع اهلها ورفضت، وهناك وافق على الانفصال بعد سنتين زواج. وبعد فترة رجع يطاردها من جديد، بس هي قفلت الباب بالضبة والمفتاح. وبعدها عملوا قعدة صلح كبيرة وقالت له خلينا اصحاب احسن. ولما فقد علال الامل بدأ يكمل في نفس الطريق وبقى يسهر كل يوم في فندق شكل، وطبعا كانت دايرة معارفه وزادت من الفنانين والمشاهير، وكان بيصرف ببزخ لحد لما قابل الفنانة ميرنا وليد اللي كانت في بداية طريقها الفني، واتعرف عليها في احد السهرات ودار بينهم حديث طويل، وهي اعجبت بشخصيته وفلوسه ومركزه. ومقابلة في التانية طلب يتجوزها، بس هي طلبت منه مهلة للتفكير لحد لما وافقت بعد شهر تقريبا. عملوا حفل خطوبة كبير جدا في احد الفنادق الشهيرة، وبعد شهرين من الخطوبة بدأت بينهم الازمات لنفس السبب وهو الغيرة والتدخل في شغلها، وزادت المشاكل بعد فترة لحد لما قررت ميرنا تنفصل عنه بعد خطوبة استمرت 5 شهور. ورجعت ريما لعادتها القديمة وبدأ علال لحياته من تاني، وبقى يسهر يوميا في الفنادق لوش الصبح لحد لما خسر كل فلوسه من تجارة السكر، وده سبب له ازمة كبيرة، وطلب فلوس من اخته الاميرة هند الفاسي، ولما رفضت هددها انه هيكشف في
حقيقتها للناس، وأولهم زوجها الأمير تركي آل سعود. وحصلت أزمة كبيرة بينهم من وقتها، لدرجة أنه اشتبك مع هاني عباس مدير أعمال شقيقته وسبه بألفاظ خارجة. وبعدها فترة نشرت الصحف اعتذار من علال لمدير أعمال شقيقته، واختفى تماما عن المشهد وعن حياته القديمة في الفنادق، ورجع السعودية من جديد. ورجع علال للظهور من جديد لما رحلت شقيقته الأميرة هند الفاسي، وده لأنه كان في شبهة جنائية في رحلها. ورجع لإثارة الجدل من جديد، ووزع الاتهامات على كل دايرة معرفها، وما أسابش حد غير واتهمه بأن وراء رحلها عن الحياة. هند الفاسي رحلت في مستشفى الوادي في مصر سنة 2010، وقالت التقارير الطبية انها رحلت بسبب هبوط حاد، لكن عائلتها اتهمت زوجها وابنها بانهاء حياتها داخل فندق شهير بعد حقنها بمادة المورفين، واتهموا كمان ادارة المستشفى بتزوير تقرير الوفاة. وبعد الازمة انتهت، اتجوز علال من جديد بمذيعة كويتية اسمها منيرة عاشور، وانجب منها ولد اسمه شمس الدين. في النهاية اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم ايه في علاقات علال الفاسي، وهل انفصاله عن شريهان كان قرار صحيح؟